زيد السلام عليكم ورحمة الله. معكم محسن منير، جمعية تكوين، جمعية رياضية ثقافية لواد الحمام الزاجل بتكوين وبالضبط دوار الصغري. كنشكرك الأخ على هاد المبادرة أنت والأخ إبراهيم النشي، ومرحبا بكم تولوا معنا التولية جد متواضعة. كنبازي بزاف على المسافة، هاد السنة إن شاء الله غادي نبازي على المسافة، واخا طرو لنا بعض المشاكل ودازت عندي لابين وداكشي، ولكن الحمد لله نحاول إن شاء الله نتدارك الموقف. بالنسبة للباز إن شاء الله غادي نعاوني عليها هو هاد الدكر، هاد الدكر هذا الابن ديال الدكر ملقب البطل، هاد الدكر ملقب البطل عند الأخ العيسى في الرباط. تبارك الله عطي دي بري ما شاء الله، عطي ساتيام ناسيونال، عطي العديد من الألقاب، خصوصا في المسافة تبدا من أكادير الفوق ديكلاراسيون. ما شاء الله هنا فرحنا به شي وليدات قلال، وإن شاء الله كنتمناو يفرحنا إن شاء الله. هذا هو الأساس الأول بعدا، وهذه هي السؤال المتخصصة تاع الأخ إبراهيم العناشي، فيها الخطة تاع إبراهيم العناشي ما شاء الله يلعب 3 سنوات متتالية. وبينات عندي هاد السنة كذلك، من جهة الأب فيها إبراهيم العناشي شخصيا، ومن جهة الأم فيها ليو هيرمانس. ليو هيرمانس كاين عند الأخ أحلافي، جبتو عن طريق أخ زهير بداوي. المهم راه هي هادي السنة تبارك الله راه مبينة، وإن شاء الله مازال نولو عليها في هاد المطارخ اللي جايين. والحمد لله يعني داكشي أنا قتلها له، أنا الحمام شارينا التفوين الحمام، الحمد لله ان شاء الله راه باقي غادي يقولوا الكلمه ديالو. الله يسلمك. هذه الدومي فون كاينه هذه السلاله كذلك، السلاله تاع المسافه الطويله. الذكر هذا عندي هو الاخت ديالو تاع الاخ مؤمن عبد الرحمن، بطل ديال المسافه بامتياز، اللهم بارك له والله يسر ليه. لكن لسوء الحظ ما عنديش وليداتهم، كتفرقت شي 6 تاع ولادهم مشاو كاملين قدر الله وما شاء الله، لكن باقا لاباز الحمد لله. كاين هو الاخت ديالو للاخوه ديالهم هما اللي كيضرب بهم بروميان في المسافه وبوزدور في الداخل وتشيكا. هاد السؤال هادي تاع الاخ الحمري سعيد، بطل المسافه وكلشي تيعرف الاخ سعيد الحمري الملقب صاحب الذهب. هيا تبارك الله ما شاء الله رحمه الله، ماما هي غادي تهضر تبارك الله. والتكراج ديال الحمامة، يعني هاد السلالة الأب والأم تاع هاد الحمامة هما لي عاطينو بريات في التشيكا وفي الداخلة، ديما كل سنة تبارك الله كاين ما بين الأوائل تبارك الله. هاد الحمامة هادي هي أعز حمامة عندي في السجنة، و هاديك السنة اللي فاتت كنت غادي نحيي الحمام، نطلق ليا الداخلة وجلست ليا تقريبا شي سيمانة الداخلة، لي طلقنا الداخلة أكثر من كارثية. الحمد لله دخلت هاد الحمامة في ظرف 6 أيام تقريبا، 6 أيام دخلات و كديكلارات بيها في الجزور، ديكلارات بيها في العيون، يعني كاع المسافة كنت تجيها هي الأولانية وبطيطة، يعني حمامة سبور وخفيفة وزوينة تبارك الله وعزيزة عليا. هادي هي الحمامة الطب